ولا لا بد لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولذلك قال شيخنا الشيخ عبد الحميد بن بدس وهو ينافع عن عروبة الجزائر: شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب، من قال هذا عن أصله أو قال مات فقد كذب، أو رام إدماجا له رام المحال من الطلب، حتى قال: يا شعب أنت رجاءنا وبك الصباح قد اقترب، يا نشو أنت رجاءنا وبك الصباح قد اقترب، خذ للحياة سلاحها وخذ الخطوب ولا تهب، وأذق نفوس الظالمين السم يمزج بالرهب، واهزز نفوس الجامدين فربما حي الخشب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السيد الأستاذ الدكتور عربية، اخترنا هذا العنوان نحقق العنوان يندرج ضمن النشاطات العلمية التي كان قد سطر مختبر اللسانية في تحرير الخطاب ضمن مشروع الدكتوراه الدراسات اللغوية. كنا قد سطرنا خلال هذه السنة كذلك مجموعة من النشاطات، وقد شرعنا في ندوات حديث الأربعاء التي نتناول فيها مجموعة كذلك من القضايا العلمية. كذلك اليوم نقدم هذا النشاط يتعلق باللغة العربية، لذلك كذلك نشاط آخر يتعلق باللغة الأم كذلك في 20 فبراير 2023، ثم نشاط آخر كذلك في شهر أبريل ثم في شهر ماي. اخترنا هذا العنوان: اللغة العربية في الممارسات اللغوية في الجزائر، والذي يصادف هذا اليوم يوم 18 ديسمبر 2022، وهو اليوم العالمي للغة العربية، اليوم الذي أصدرت فيه إدارة الأمم المتحدة للتواصل قرار 3190 لإدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية لهيئة الأمم المتحدة ضمن اللغات الخمس الباقية، وهي الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والصينية والروسية، لكي تكون هذه اللغة كذلك لغتنا العربية تكون حاضرة على مستوى أعلى الهيئات الرسمية. احتفلت تقريبا كل الدول العربية بهذا اليوم، وقد اختارت شعار مساهمة اللغة العربية في الحضارة والثقافة الإنسانية. هذا هو الشعار الذي اختارته منظمة اليونسكو بباريس للاحتفاء باللغة العربية لهذا السنة. وحينما نعود إلى اللغة العربية، لغتنا العربية هي اللغة الأم، هي اللغة الرسمية، هي لغة أجدادنا بالأمس القريب، وكذلك هي لغة تراثنا، هي اللغة التي يتحدث بها أكثر من 500 مليون أقول نسمة كلغة أم وكلغة رسمية، هي اللغة الثانية ل 26 دولة، هي اللغة كذلك الثالثة ل 52 دولة، هي اللغة الرابعة أقول ضمن بين اللغات الأربعة العربية الحاضرة في مواقع الإنترنت. إلى غاية 2012 كانت عدد مواقع المكتوبة أو المعتمدة التي تعتمد على اللغة العربية حوالي 5000 موقع، أما الآن فقد تجاوزت 1 مليون موقع. اللغة العربية لها أهمية كبيرة جدا أقول في الوطن العربي وكذلك في مختلف دول العالم. لماذا؟ نظرا لسماتها التمييزية التي جعلتها تتفوق عن غيرها من اللغات، فاللغة العربية تصل عدد أو يصل عدد كلماتها إلى أكثر من 12 مليون و 3000 أو 300 ألف و 912 كلمة، عدد جذورها يتجاوز 16 ألف جذر، عدد كذلك أصواتها حتى نقول عدد حروفها، عدد أصواتها المعتمدة 42 صوت، هذا ربما ما يميز اللغة العربية مقارنة باللغات الأخرى، ربما قد نجد في اللغة العربية 2500 جذر فقط. قد نجد مثلا في اللغة اللاتينية 700 جذر لغوي فقط. فاللغة العربية لها مرونة كذلك بالاشتقاق الذي جعلها أو جعلها أكثر مطوعية أقول للاستعمال. ومنه قد نتساءل ونقول لما هذه الندوة. حينما نعود إلى اللغة العربية فإننا نجد كيف أن اللغة العربية لا تنفصل عن هويتنا عن وطننا، فقد ظلت لقرون رمز الوجود، ظلت رمز
مختلف مظاهر الحياة المشتركة بين أفرادها. ظلت رمز الترابط بين الأجيال مهما تحدث ومهما تعاظمت أقول الرهانات والتحديات. هذا اليوم المشهود، هذا اليوم يوم الملكة كما قال السيد الفاضل، يوم العروس، ألا وهي اللغة العربية. هذه اللغة التي حباها الله سبحانه وتعالى منزلة من بين اللغات البشرية التي تمثل شكلا من أشكال التواصل للإنسان، وأنا لا أرى أن هناك تفاضل بين اللغات، ولكن هناك مباركة وهناك حفظ وهناك احتواء لهذه اللغة أن جعلها الله سبحانه وتعالى لغة الذكر الحكيم، لغة القرآن الكريم.